ومن بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية تنضم إلينا مباشرة بعد التحية. هبة، هل كانت تحدثين عن تفاصيل هذه الضربات الإيرانية على مناطق في أربيل؟ نعم يا حسن، بالبداية تحية طيبة. يوم أمس شهد هنالك كثير من الصواريخ التي هزت محافظة أربيل، ومع ذلك تم إطلاق الكثير من الرصاص الحي على كثير من الأماكن المتفرقة في محافظة أربيل. فمثل ما أشرت، هنالك كثير من الأمور حصلت، وهي الصواريخ التي تبلغ عددها 13 صاروخ تم انتهاك على الأراضي في إقليم كردستان وعلى المقرات التجسسية، مثل ما أعلن وتبنى الحرس الثوري الإيراني هذا الأمر، أنه تم إطلاق صواريخ إلى المقرات التجسسية ومقرات تابعة للإرهاب. فبالتالي هنالك كثير من التصريحات حول أنه تم استهداف أيضا القنصلية الأمريكية. من بعد ذلك أعلن مسؤول أمريكي، قال لا توجد أي ضربات استهدفت المناشئ الأمريكية. فبعد هذه الأمور اليوم أيضا أدانت الحكومة العراقية هذا الأمر، وأعلنت أنه هذا أمر عدواني من إيران، وأنه انتهاك لسيادة العراق، وسوف تشكل لجنة ويتم تحقيق ملابسات هذه الصواريخ التي أطلقت من الحدود العراقية الإيرانية، يعني غرب شرق إيران، وثم دخولها على سماء بصرة، من ثم وصولها إلى إقليم كردستان في محافظة أربيل. كان هناك يعني أنباء هبة على وقوع عدد، يعني هناك أنباء حول وقوع عدد من الضحايا جراء هذه الضربات طبعا. نعم، الإيرانية على هذه المناطق. هل هناك حصيلة رسمية بعدد الضحايا، وخاصة يعني الذين قتلوا والجرحى والمصابين؟ نعم يا حساني، كانت هنالك الحصيلة التي أعلن فيها جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، هنالك 4 قتلى وإصابة 6 آخرين، من بينهم رجل أعمال يعني اسمه بشرة دزي، وهو من رجل أعمال مهمين موجودين في إقليم كردستان، وهو وأفراد عائلته، تم إصابة أيضا أفراد عائلته. وكذلك كان هنالك يعني موجود في يعني في هذا البيت موجود الكثير من يعني الخدم والذين يعملون لصالح بشرو ديزي، الذي هو مثل ما أسلف رجل أعمال، وتم إصابة أيضا أفراد أعمال عائلته، وكان بضيافة رجل الأعمال بشرو ديزي كان رجل أعمال آخر في ضيافته في هذا اليوم في تمام الساعة 11:30 بتوقيت المحلي لإقليم كردستان وفي العراق. فإصابة 4 وإصابة 6 آخرين في هذا البيت الذي قالوا أنه تابع لرجل أعمال بشرو ديزي، الذي هو رجل أعمال كبير وبارز في إقليم كردستان، وهو الذي كان مستهدف من الحرس الثوري الإيراني مثل ما أعلنت الإعلام المحلي. وأنت تحدثين أيضا، نعرض هذا المنزل أو هذا البيت مباشرة هبة، يعني والأضرار التي تم يعني الحق يعني هذه الأضرار بهذا المبنى، هل هناك مباني أيضا أخرى أضيرت أو بنية تحتية بالإضافة إلى ما حدث لهذا البيت؟ نعم، أشرت في اللقاءات السابقة وفي النشرات السابقة يعني كثير من الهلع والخوف من الأهالي أثناء سقوط الصواريخ على مباني مدنية. فبالتالي عندما أعلنت وزارة الخارجية والحكومة العراقية بخصوص أنه استهداف مدنيين لا دخل لهم لمقرات تجسسية مثل ما أعلن وتبنى الحرس الثوري، ولا لهم صلة بأمور إرهابية، فبالتالي هنا المستهدف في هذا الموضوع مستهدف هم مدنيين، وكان أبرزهم والذي كان مسلط الضوء عليه من قبل الحرس الثوري هو رجل الأعمال مثل ما أشرت، ورجل أعمال بارز في إقليم كردستان، وأيضا معظمهم من هذه العائلة، عائلة يعني المدعي هو بشرو ديزي، وله رجل أعمال بارز جدا في إقليم كردستان. يقول بعض من عندهم ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أنه بشرو ديزي هو أيضا عميل في
يعني عميل في إقليم كردستان تابع لإسرائيل، فلذلك تم استهداف منزله وإصابة عدد من أفراد عائلته. وكان أيضا فضلا عن حتى العاملات الفلبينيات موجودة في البيت، كان أيضا تم يعني إصابة بعض من العاملات الفلبينيات موجودة في بيت هذا المنزل، منزل رجل أعمال. فبالتالي يعني يعني مواقع التواصل الاجتماعي تهز بهذا المواضيع أنه انتهاك لسيادة العراق. أين الحكومة من هذا الانتهاك الذي يحصل بين فترة وأخرى، خصوصا على المقرات التابعة للقوات الأمنية، وكذلك حتى على إقليم كردستان وعلى يعني الأبنية والمباني المدنية. فبالتالي الحكومة تطالب بفتح مجلس تحقيقي يخص أمن وسيادة العراق. يعني هناك قصف على الحدود العراقية التركية، وهناك قصف على الحدود العراقية الإيرانية، فكل من جهة. فبالتالي هناك تساؤل كبير من قبل المواطنين العراقيين حول أين السيادة العراقية في هذا المسار. أيضا البعثة الأممية في العراق هبة أدانت هذا الهجوم الإيراني على هذه المواقع في مدينة أربيل، فماذا عن هذا المسار أو تفاصيل هذه الإدانة من قبل البعثة الأممية في العراق؟ نعم، البعثة الأممية المتحدة في العراق أيضا أدانت هذا الهجوم الإيراني على مواقع في أربيل، فبالتالي قالت أنه انتهاك لسيادة العراق وأرضه ومن قبل أي جانب. فبالتالي هناك مثل ما أسلفت يعني تعاون من بعثة الأمم المتحدة في العراق مع الحكومة العراقية بشأن فتح تحقيق ومجلس يعني سوف يشير إلى كثير من الأمور. سوف ننتظر يعني رد الحكومة على هذا الموضوع، هل سيكون رد حكومة صارم هذه المرة أم سيمرر مرور الكرام مثل باقي المرات؟ طيب، لو اتجهنا إلى تفصيلة أخرى أو مسار آخر، هو أن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أعلن في بيان له عن إسقاط 3 مسيرات فوق القاعدة الأمريكية في مطار أربيل بشمال العراق، فكيف تبدو هذه التفاصيل هبة؟ نعم يا حسان، في تمام 5:45 فجر هذا اليوم تم إسقاط 3 مسيرات مفخخة، تم إسقاطها من قبل منظومات الدفاع الجوي التابعة أيضا للتحالف الدولي والقوات التحالف الدولي. وهو هذه المسيرة كانت تستهدف قواعد أمريكية، خصوصا أبرزها هي قاعدة الحرير التي كانت لها الكثير من الاستهدافات من قبل بعض من الفصائل المسلحة الموجودة في العراق. فتم إسقاط هذه المسيرات المفخخة التي كانت متجهة إلى قواعد أمريكية، هذا بالتزامن مع الاستهدافات التي حصل يوم أمس في تمام الساعة 11:35. فيعني كل هذه الأمور يدل أنه على أن العراق لا توجد فيه من يكون له يعني أو من يصد هذا الهجومات المتكررة من قبل الفصائل المسلحة العراقية من جهة، ومن قبل أيضا الحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى. تنتظر يعني بعض من يعني الأوساط السياسية والقوى السياسية رد الحكومة العراقية، وبخصوص أيضا رد على هذه الانتهاكات المتكررة من طائرات مسيرة ومن صواريخ ومن كثير من الأمور التي تحصل في العراق، وتحدثنا فيها في النشرات والمناسبات السابقة. فهنا حتى أنه تذمر من بعض من المواطنين العراقيين، ردود أفعال العراقية هنا في العراق يعني مساءة من الحكومة. لحد هذه اللحظة لم يعني تصدر أمور أو تصدر إجراءات صارمة، فقط اللجان التحقيقية يريدون أن يأخذوا حق العراق. بصراحة الأيام التي مضت والتي مضت على العراق كانت أيام سيئة، يعني اتسعت رقعة الصراعات، كانت العراق هو محل صراع في كثير من الدول، كل يريد أن يأخذ جزء من العراق، فهو العراق هو تابع للعراق والعراقيين فقط وليس تابع لأي جهة أو دول يعني مجاورة. هذا ما يقوله العراقيون، وهذا ما كانوا يريدون أن يوصلوا حتى للعالم بسبب
الانتهاكات المستمرة على يعني أمن واستقرار العراق. فبذلك نحن نعيش أمن واستقرار العراق في الفترة الماضية، استقرار وهدوء يعني ملحوظ في جميع حتى المناسبات التي تحدثنا له. نعم. عندنا أمن واستقرار كثيف، وعندنا تنمية اقتصادية، ويعني في هذه الأمور يعني نوضح لكل مشاهدينا أنه سوف تكون، ولعل الحكومة العراقية تأخذ يعني تأخذ تحقيق مستمر لأجل يعني أمن واستقرار العراق. نعم نعم نعم، يعني وضحت التفاصيل من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا وسوف نكون معك عندما يكون لك جديد في هذا الأمر.